أهلا بكم. زعيم حزب تقدم الرئيس محمد الحلبوسي يؤكد أن النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي يتمنى تعطيل حسم منصب رئيس البرلمان لبقائه في المنصب بصيغة الإنابة. رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يؤكد الالتزام بإجراء انتخابات برلمان الإقليم بشرط أن تكون شرعية وديمقراطية ودستورية. الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخاب برلمان كردستان. وفاة شخصين نتيجة الفيضانات والسيول التي اجتاحت دهوك، ومدير ناحية قزانيا فيديالا يعلن انحدار سيول من الحدود الإيرانية. وزير التجارة يؤكد أن خزين الوزارة من الحنطة يتجاوز المليوني طن، ويشير إلى قرب افتتاح مجمعات تجارية حديثة تعمل بالنظام الإلكتروني. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.